تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية. أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل بأن مصادر مصرية رفيعة المستوى كشفت عن تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل. وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن القمة التي تعقد يوم السبت المقبل ستبحث تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الحالية والمستجدات منذ يوم 7 أكتوبر. وكان مجلس الأمن القومي قرر في اجتماعه أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام مصر بتوجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية. وكان الرئيس السيسي ترأس صباح أمس اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة. وشدد مجلس الأمن القومي خلال الاجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أي محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. كذلك أكد على استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. في الختام نشكركم على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل، ودائما كونوا في متابعة لمنصاتنا الإلكترونية على تلفزيون الوطن. إلى اللقاء.